سعادة أن لطفي أبيه بيكرم. فنان جميل وفنان مثقف وفنان قومي وطني عروبي. أنا أعرف الأستاذ لطفي عن قرب يعني، أنا سعيد جدا بتكريمه، وطبعا سعيد جدا بتكريم أستاذ نيلي، وسعيد بالمهرجان نفسه، لأنه مصر يعني لها شأن كبير ولها باع طويل في صناعة السينما، يمكن تاني صناعة السينما في العالم كانت مصر سنة يمكن 26 على ما أعتقد 1926 يعني، ومصر والسينما المصرية شكلت وجدان العالم العربي مش وجدان المصريين بس.